مرة أخرى خالد شقير من مارسيليا. خالد، أبرز ما جاء في هذا المؤتمر والرسائل الهامة التي قالها وزير الخارجية الفرنسية، وكان أبرزها حزمة المساعدات التي تقدر حوالي ب100 مليار. نعم نهى، الحقيقة جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي أعلن عن 800 مليون دولار مساعدة إنسانية للبنان، وبالإضافة إلى 200 مليون دولار إلى الجيش اللبناني. وكرر ما أكده الرئيس الفرنسي طارة ورئيس الوزراء اللبناني طارة أخرى في افتتاح هذه في افتتاح هذا المؤتمر الدولي الداعم للبنان، ألا وهو أهمية وقف إطلاق النار وأهمية إيصال المساعدات للبنان ودعم لبنان وسيادته، وأيضا تنفيذ القرار 1701 وتوسيع قدرات اليونيفيل للقيام بدورها عمليات التهدئة في الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وحيّ من خلالها كل الجهود التي بذلت، وحيّ من خلالها جميع المؤسسات الدولية والمالية والمجتمعات المدنية التي شاركت في هذا الدعم اللبناني، وأكد على أن فرنسا تعمل منذ البداية منذ حتى قبل حرب غزة، منذ المرفأ في مساعدة لبنان، انفجار المرفأ، وأيضا بعد 7 أكتوبر فرنسا طرح عمليات تحاول الوصول إلى عمليات السلام، وأعاد فكرة إحياء مرة أخرى الاتفاق أو الاتفاق الذي كان يسمى بايدن ماكرون، ألا وهو القيام بعملية هدنة في لبنان في محاولة للرجوع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. وحيا جهود أو ثمن جهود المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جوزيف لوردوريون، وأكد أنه على تواصل مع المجموعة الخامسة بينها جمهورية مصر العربية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في محاولة لحلحلة وإيجاد حل للأزمة اللبنانية. أشكرك شكرا جزيلا من مارسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.